بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائنا طلاب الصف الثاني ثانوي، أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. والنهاردة بإذن الله محاضرة جديدة، محاضرات منصة البث المباشر، معكم تامر محمود مدرس اللغة العربية. وإن شاء الله النهاردة عندنا درس مهم جدا، هو درس بوحدة كاملة، وهو درس توكيد الفعل بالنون. برحب بيكم، وأتمنى كالعادة زي ما احنا متعودين كل يوم ثلاث وأحد، لأن احنا دايما بيبقى بينا تفاعل كبير جدا على المنصة من خلال ان انت تبعت الإجابات بتاعتك دايما باستمرار، ودايما خليك متفاعل ومعاك ورقة وقلم. نبدأ سريعا، أول شغل عندنا بيقول لك توكيد الفعل بالنون. هنمسك الأول الفعل الماضي. طب أنا دلوقتي وأنا بتعامل مع الفعل الماضي، هنا بيبقى في عندنا في هذا الدرس موضوع مهم جدا، وهو الحكم ايه؟ فلما يجي يقول لي ما حكم توكيد الفعل الماضي بالنون؟ توكيد حكم او حكم توكيد الفعل الماضي بالنون، هنقول ان هو حكمه ممتنع. واحد بيسألني يقول لي بمنتهى البساطة يعني ايه حكمه ممتنع التوكيد بالنون؟ الموضوع بسيط جدا، ممتنع توكيد بالنون يعني ده معناه ان هو مستحيل ان انت تحط نون توكيد. على فكره مش مستحيل قوي يعني، لان احنا عندنا بعض الامثله كضرورات الشعريه مثلا في بعض الاشعار، تمام، وفي بعض المواقف، تمام، بيقول لك يعني ممكن نحط فعل الماضي فيه نون. ولكن انا بؤكد لك ان الكلام دوت مش في المرحله الثانويه على الاطلاق، ولكن انا هنا بخاطب بعض المتخصصين يعني. ولكن احنا بنتكلم هنا عن الفعل الماضي، انت كطالب بتتعامل مع الفعل الماضي ان هو ممتنع التوكيد بنون، مستحيل تحط فيه نون. فبيجي لك اول سؤال، تمام، يقول لك ايه؟ اكد الفعل في الجمله الاتيه، تمام، وراح قايل لك انتصر الجيش المصري في حربه ضد الارهاب. لا، زي ما انت ملاحظ، تمام، وشايف قدامك ان انت عندك هنا الفعل اللي هو اللي موجود ده بالنسبه لنا هو فعل ماضي. الفعل الموجود هنا ده فعل ماضي. طب يا ترى هنتصرف ازاي في هذا الفعل الماضي؟ يعني انت بالنسبه لك هنا لو جيت ركزت كويس جدا هتلاقي عندك الفعل اهو، تمام، انتصر، فعل انتصر فعل ماضي، وانت بتقول لي اكد الفعل في الجمله السابقه. طب اكد ازاي؟ تمام، طب ده ازاي ده؟ انت لسه قايل ان الفعل ده ممتنع توكيد بالنون. خلي بالك انا ما قلتلكش اكد الفعل بالنون، انا جايب فعل ماضي اهو، بس انا ما قلتلكش اكده بالنون، انا بقول لك اكد الفعل وخلاص. فانت ممكن ترد عليا تقول لي اه، طب ما انا ممكن اقول بقى لقد انتصر، بص، لقد انتصر الجيش المصري في حربه ضد الارهاب. حلوه دي، يعني انت بص هنا عملت ايه؟ استخدمت لقد على اساس ان هي وسيله من وسائل التوكيد. يعني انا هنا دلوقتي لما بيجي لي موقف زي ده انا دايما هنا بنخاطب الفهم. ازاي الفهم؟ يعني لازم تكون انت فاهم القاعده بتاعتي. انا دلوقتي جيت قلت لك فعل ماضي ممتنع توكيد بالنون، وجبت لك فعل ماضي بقول لك اكده، فانت بشيء من التلقائيه هتروح حاطط انتصر، انا مش عارف ايه كده، تروح حاطط لي نون، انا مش هقدر اقولها عشان هي غلط. فبالتالي طبعا ده اجابه هتبقى اجابه خاطئه، لان انا ما قلتلكش اكده بالنون، لا، ده انا هنا ممكن تستخدم وسيله توكيد ثانيه. ودي من النقاط اللي هي المهمه، فعل ماضي مش هياخد مني انا اكتر من كده لان هو اصلا ممتنع. طيب تعالى لي بقى عند الفعل الامر. الفعل الأمر ليه حكم في التوكيد بالنون، وهو جائز التوكيد بالنون. في عندنا حاجة مهمة جدا، وهي جائز التوكيد بالنون. يعني إيه يجوز التوكيد بالنون؟ الفعل الأمر طبعا أنتم عارفين إن هو فعل أمر أساسا يدل على طلب. هو بيدل على طلب من الحاجات اللي هي بتاعت الطلب اللي إحنا متعودين عليها من أول يوم في السنة. أمر بقى ونهي واستفهام، ده كل اللي هي الأشياء اللي بتدل على طلب. ولكن انا هنا النهارده عندي الفعل الامر، بيقول لي حكمه ايه بقى الفعل الامر ده؟ بيقول لك دايما حكمه ان هو بيكون جائز توكيد بالنون، يعني ممكن الفعل الامر تضع فيه نون وممكن لا، من حقك يعني. بس انا قبل ما اخش في اي مثال احب دايما ان انا اشرح حته مهمه جدا 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 تخص الفعل الامر ده. بيقول لي اولا هو الفعل الامر ده يعرب ازاي؟ يقول لك الفعل الامر ده دائما مبني. تمام، راجع معايا بقى، راجع معايا بسرعه عشان الجزئيه دي جزئيه مهمه جدا. هنا جاي بيقول لي فعل الامر دائما مبني. طب انا دلوقتي لما اجي اقول دائما مبني، مبني على ايه يا ترى؟ يقول لك ده مبني على ما يجزم، بص بقى ركز معايا، ما يجزم، يبني على ما يجزم به مضارع. طب حلو جدا، يعني ايه برضه؟ انا مش فاهم، يعني هات المضارع وشوف علامه الجزم بتاعتنا ايه.
يعني والله لو لقيت مثلا الفعل بتاعك صحيح الاخر فهو ممكن يبقى مجزوم بالسكون. انت عارف عامل زي ايه مثلا؟ عامل زي الفعل ده، يعني مثلا لو جيت قلت لك اكتب، اكتب ده هيبقى فعل امر مبني على السكون. ليه؟ لان المضارع بتاعه كان يكتب، ويكتب هنا زي ما انت شايف صحيح الاخر، فلو جينا جزمنا الفعل المضارع ده، لو جينا جزمناه هيبقى مجزوم بالسكون، خلاص هناخد سكون ونديها لكلمة اكتب. طب ايه رأيك في فعل مثلا زي يدعو؟ يدعو، يدعو ده زي ما انت شايف كده هو معطل للاخر، فانا لو جيت هستخدم فعل امر هروح عامل كده. ايه ده، فين حرف الواو؟ اتشال بقى ليه؟ لان هنا الفعل الامر هيكون مبني ايضا على حذف حرف العلة. يبقى انا هنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان احنا عايزين نراجع، يعني احنا بنراجع كده مع بعض على الفعل الامر. يبقى انت عندك الفعل الامر ممكن يكون مبني على السكون، وممكن يكون مبني على حذف حرف العله. اه في كمان مبني على حذف النون، بس يمكن دي انا بالنسبه لي يعني هي مش محتاجه قوي دلوقتي النهارده، تمام؟ لان احنا النهارده الدرس بتاعنا بسيط ومباشر. طب انا دلوقتي وانا ببص كده معاك في كلمه ادعو، وقلنا خلاص ان هي مبني على حذف حرف العله، لان حرف العله هنا في الاخر وتشال، تمام؟ ودي نقطه من النقاط الايه المهمه جدا. طب ايه اللي هيحصل بقى لما اجي مثلا اكد فعل بالنون؟ يعني مثلا يقول لي على سبيل المثال، بص بقى في مثال عندك، اجتهد في عملك، تمام؟ فلما نيجي نبص كده على اجتهد في عملك، وهنا اجتهدن في عملك، تمام؟ لما نيجي نبص على هذه النقطه، تمام، هتلاقي ان هنا وانت بتبص معايا على اجتهدن في عملك، هنا وانت قاعد بتبص معايا كده هتلاقي ان انت عندك هنا جزئيه من الجزئيات المهمه جدا. اجتهد في عملك ده لما تيجي نعربه هنروح قايلين فعل امر، تروح قايل فعل امر مبني على السكون طبعا، لان هو مفروض ان هو صحيح الاخر. طب تعالى هنا بقى عند اجتهدن في عملك، طبعا اجتهدن هنا لو انت جيت بصيت عليها هتلاقي في نون توكيد. طب ده هعربه ازاي؟ ما هنا ده ولا المفروض صحيح الاخر، ولا هنا في حرف عله اتشال. لا، نون التوكيد دي لما تدخل على الفعل بيبقى دايما فعل امر مبني على الفتح، عشان احنا بنقولها ازاي اصلا النطق بتاعها اجتهدن في عملك. يبقى خلي بالك هنا من نقطه مهمه جدا، لما كان الفعل بتاعي من غير نون عربناه كده فعل امر مبني على السكون، لما جينا حطينا بقى نون توكيد خلاص بقى اتحول الفعل بالنسبه لي، واصبح الفعل هنا زي ما انت شايف هيبقى مبني على الفتح. يبقى هي دي النقطه اللي وضحت معاك، مبني على الفتح ليه؟ لاتصاله بنون توكيد. يمكن دي اشرنا ليها يمكن قبل كده في واحنا بنتكلم في اول بداياتنا خالص في الحصه في العام الدراسي، لما جينا قلنا ان اي فعل مهما كان مضارع، كنا بنتكلم عن مضارع ساعتها، قلنا ان هو ممكن يكون مبني، ده اول خطوه يعني وقفنا عندها، لو اتصل بيه نون نسبه ونون توكيد. نون توكيد بتخلي الفعل المضارع مبني على الفتح، وايضا نون التوكيد بتخلي الفعل الامر مبني على الفتح. يبقى اذا لو انا جاي اضبط حرف الدال هنا هروح جاي عند حرف الدال احط ايه؟ احط فتحه بسيطه جدا. يبقى انا عندي هنا فعل امر مبني على السكون، ده في الحاله العاديه، تمام؟ لكن لما يتصل بيه نون توكيد هيبقى مبني على الفتح. طب سؤال، هو اي فعل امر ممكن احط فيه نون توكيد؟ اه طبعا اي فعل امر ممكن تحط فيه نون توكيد عادي جدا، مفيش اي مشكله. طب عندنا بقى سؤال تاني مهم جدا، وعايز اسمع بقى ايه الاراء. هنا جاي بيقول لي اسمه باخلاقك، اكد الفعل بالنون. انا هنا بقى هعمل معاك حاجه كويسه برضو، انا هنا طبعا هديك اختيارات، تمام؟ طب هل يا ترى انت رايك ايه؟ هل نخليها نحط نون بالمنظر ده، تمام؟ استنى بقى هحط لك هنا فوق الميم فتحه، تمام، وروح قايل باخلاقك، تمام ده، ولا مثلا تحب الاختيار يكون ده، تمام، اللي هو رقم اتنين وانت تكمل انت الجمله زي ما هي، ولا الاختيار جيم اللي هو بالمنظر ده، ماشي، ولا ناخد الاختيار رقم دال اللي هو بالمنظر ده. فهنا تعالى نشوف كده الناس ممكن يعملوا ايه في لو انت هتختار اختيار صحيح. انا هنا في المثال اللي قبل منك على طول عند كلمة اجتهد رحت عملت ايه؟ اول ما قال لي اكده بالنون قلت حاضر، لان هو جائز توكيد بالنون، ورحت حطيت نون على طول مباشرة، فبقى هنا مبنية على الفتح، هنا مبني على السكون. فانت هنا بقى محتاج منك اللي هو اجابة بقى، وريني كده اجابتك هتكون عاملة ازاي وانت قاعد بتفكر معايا بصوت عالي. تعال نشوف كده مع بعض الاجابات، لسه الرسائل اهي
تمام. في حد بيقول لي هو احنا متأخرين في المنهج؟ لا، في الحقيقة احنا مش متأخرين في المنهج ولا حاجة، ده توزيعة المنهج بتاعتنا اللي هي توزيعة شهر نوفمبر هي خاصة بتوكيد الفعل بالنون، فما فيش أي تأخير ولا أي حاجة خالص. طبعا هنا في عندي كذا حد زي عاصم وإسحاق وبتول ومي مختارين، لا مي مختار اختيار مختلف عنهم. عامة احنا بنشكرهم تمام على الاختيار، ومنى برضو نفس الكلام نفس الاختيار بتاع مي. تعالى ما نطولش هنا ونشوف الناس اختارت ايه. الاول تعالى نبص على اصدقائنا اللي اختاروا الاختيار اللي هو خاص بألف. الاختيار ألف ده في عندنا مشكلة بسيطة جدا جدا جدا. انت دلوقتي هنا الفعل دوت لما تيجي تعربه هعربه ايه؟ اسمه ده. ده انا بس عايز اجيب المضارع الاول اللي هو يسمو. يسمو ده المفروض في اخر حرف عله وهنا شالها، يبقى دوت لو انا هعربه كده مبني على حذف حرف العله، واخد بالك انت؟ فده كده ايه، تمام جدا. طيب انا دلوقتي هنا عامله مبني على حذف حرف العله، انا بقول لك اكده بالنون، هيتحول يبقى فعل امر مبني على الايه؟ مبني على الفتح. طب استنى بقى، دلوقتي لما اجي احوله فعل امر مبني على الفتح مش مفروض ان انا ارجع بقى حرف العله للتشل؟ لان انت هنا ماشي، انت حطيت فتحه، انا شوف بخدعك ازاي، حطيت فتحه ماشي، وبعدين هو الفعل هنا ناقص حرف، طب ناقص حرف ليه؟ ليه نقصت حرف؟ فهنا بالتالي الاختيار ده اختيار هيبقى خاطئ تمام، لان هنا في حرف متشال، انا لازم احط الفعل زي ما هو وبعد كده احط نون توكيد، يعني ارجع حرف العله اللي اتشال. طب انا هنا عندي اصل الالف كان واو يسمو، يبقى اذا هنختار اسمه ونا بالمنظر ده. يبقى انا هنا اتعودت حاجه، لما يكون عندي فعل امر ومبني على حذف حرف العله، لما نيجي احنا بقى ناكده بالنون هنروح مراجعين حرف العله الذي حذف. طب مثال تاني، لو جيت قلت لك مثلا اقضي بين الناس، اقضي بين الناس بالحق، اقضي بالحق، عارف لما تيجي انت تفكر معايا بنفس الطريقة بنفس الآلية اللي احنا عملناها في المثال الأولاني وانا بقول لك اقضي بالحق، تصدق انت برضو وانت بتفكر كده مش هتقع وقعة تمام اللي هي دي، اللي هي ايه الوقعة اللي انت ممكن تقعها؟ ان انت تحط ألف قاف ضاد نون. غلط، ما تعملش كده، لان اقضي ده لو انت جبت المضارع بمنتهى البساطة المضارع بتاعه يقضي، يعني كان في عندك بص حرف علة في الاخر، يبقى ده مبني اهو هنا في هذه النقطة على حذف حرف العلة. طيب تعالى لي بقى الناحية التانية، علشان تدخل نون هنا هتروح مرجع حرف العلة اللي اتشال اللي هو حرف الياء اهو، وبعد كده تروح حاطط نون التوكيد وبقى اقضين بالحق. ده كده الفكرة بالنسبة لنا. يا ريت الناس لو هي تمام ومستوعبة هذه الجزئية بشكل كويس جدا، الهدف بتاعنا التفاعل طبعا، لو الناس فهمت الحتة دي تمام يبقى ننتقل إلى الجزئية اللي بعديها، وعندنا بالفعل في أكتر من إجابة تمام بتؤكد إن هما الناس دي كانت فاهمة بجد هذه النقاط اللي إحنا اتكلمنا فيها. يبقى احنا دلوقتي نجمع كده الكلام بسرعه، احنا بنقول ان احنا اتكلمنا في الفعل الماضي وقلنا الفعل الماضي ممتنع التوكيد بالنون، اما الفعل الامر فهو جائز التوكيد بالنون لان هو في طلب، وبالتالي هنا هتلاقي ان هو ممكن تحط له نون وممكن لا، على حسب انت بقى الجمله جايه لك ايه او انت رغبتك ايه في هذا الفعل. طيب تعال ننتقل بعد كده الى جزئيه اخرى وهو الفعل المضارع. ايوه احنا عندنا بقى دلوقتي الفعل المضارع، فالفعل المضارع الحقيقه تمام هنا عندنا بقى ايه ثلاث احكام. في حكم عندنا اولاني تمام اسمه واجب التوكيد بالنون، وفي حكم جائز التوكيد بالنون، وحكم بقى ممتنع التوكيد بالنون. في الحقيقه يعني الدرس بتاعنا اساسه تمام، كل الاساس اللي احنا المفروض نشتغل عليه الدرس اساسه على الفعل المضارع، لان الفعل الماضي تمام سهل جدا ممتنع، والفعل الامر خلاص قلنا جائز. طيب امتى يكون الفعل المضارع واجب التوكيد بالنون؟ يقول لك سهله، احنا عندنا اولا اختصار، الاختصار ده هنسيبه للاخر تمام، بس ده شكل المعادله هيكون في ذهنك بالشكل ده. في بقى عندنا والله لينتصرن ذو العلم، هو ده شكلها، ده شكل المعادله. لو تلاحظ انا عملت ايه في المعادله دي، انا هنا حاطط والله على اساس انها قسم،
وحاطط لام وحاطط الفعل، وبعد كده بعديها نون وكملت جملتي عادي. فبقول والله لا ينتصرن ذو العلم، ده كده شكل الواجب. طب هل ليه شروط؟ اه لازم يكون المضارع، بص بقى ادي اول شرط اهو، المضارع ان يكون، عشان نعمل جملة كاملة، ان يكون المضارع جوابا لقسم، تمام. فدي طبعا ايه نقطة مهمة جدا، لازم يكون جواب قسم. طيب انا دلوقتي عندي ينتصر، تمام، والله جاي قبليه اهو، يبقى ده قسم. طب واحد بيسألني يقول لي انا مش عارف يعني ايه جواب قسم. ما هو جواب قسم دي يعني معناها الجملة التابعة اللي بعد القسم على طول. يعني انا مثلا تخيل مثلا معايا، لو انا جيت قلت لك والله العظيم ورحت ساكت كده، عارف الصمت اللي دي ده، قلت والله العظيم وسكت، فانت هتبص لي كده اللي هو ايه، عايز تقول ايه يعني، بتحلف على ايه، والله العظيم ايه، عايز تقول ايه. فانت هنا في بقى حاجه بعد القسم ده المفروض انت جمله هتقولها، فدي بنسميها جمله جواب قسم. فيقول لك المضارع ده لازم يجي جوابا للقسم، وقع في جواب قسم. طيب ماشي، ايه الشرط التاني؟ يقول لك الشرط التاني انه يكون بقى ايه، متصل باللام، شايف اللام دي، يكون هو متصل بيها. طب ده كلام كويس. طب ايه كمان؟ ويقول لك كمان لازم يكون مثبت. يعني ايه مثبت؟ يعني لا يدل على نفي، ما ينفعش ان هو يدل على نفي اطلاقا. طب ايه كمان؟ ان هو يكون دال على الاستقبال. يبقى انت لازم يكون عندك كل ده، لازم يكون الفعل بتاعك، تمام، يا اما بقى بص لازم يكون معاك كل ده، جواب قسم لازم يكون جواب قسم. طب القسم ده ممكن يكون ايه بقى؟ هات لي بقى التفاصيل بقى، القسم ده ممكن يكون ايه؟ يقول لي بص الموضوع سهل، ممكن تقول مثلا والله، ممكن تقول بالله، ده يبقى قسم، ممكن تالله، تالله قسم ايضا، ممكن تقول مثلا يمين الله او يمينا او ايمن الله، تمام، ادي ده قسم. في مثلا في ذمتي، في ذمتي ده اشعار بالقسم هنعتبره. ممكن اقول لك مثلا ايه، والعصر ده قسم، تمام، ان الانسان في خسر. هنا والفجر يعتبر قسم. ممكن مثلا نيجي نقول رب الكعبة رب البيت. ممكن كمان لعمري، تمام، لعمري دي كانت تستخدم قسم قديما، تمام. وبالتالي انت عندك انواع مختلفة من القسم، يكون بقى الفعل المضارع جاي بعديها، ماشي، متصل باللام. اللام دي يطلق عليها لام التوكيد، دي اسمها لام التوكيد، تمام. وبعد كده مثبت يعني معناها غير منفي، يعني ليس منفيا. ازاي ليس منفيا؟ دي بص الموضوع سهل جدا، يعني مثلا ما يكونش فيه اداه نفي قبل الفعل المضارع، ما يكونش فيه لم، ما يكونش فيه لن مثلا، ما يكونش لا، يعني دي ابسط واشهر ادوات النفي. فلازم يكون الفعل مثبت ودل على الاستقبال، يعني بيكون دل على المستقبل، يحمل معنى المستقبل، تمام، ما يكونش بقى ايه، لا يدل على ماضي ولا يدل على حال، يعني معناها حال يعني معناها دلوقتي. طب ماضي ماشي عرفناها، ان انا هنا ما الاقيش مثلا في الجمله عندي كلمه امس مثلا، كلمة أمس دي لا ما ينفعش تكون موجودة. طب أمال الحال دي إزاي؟ يعني حال دي يعني تلاقيش كلمة الآن، كلمة الآن دي ما تلاقيهاش موجودة. فهنا أنا مش عايز بقى ولا كلمة الآن تكون موجودة ولا كلمة أمس تكون موجودة، تمام، يعني ليه؟ علشان الجملة بتاعتي تدل على الاستقبال. طب هل ده تحقق هنا في الجملة رقم واحد؟ أه طبعا تحقق جدا، جاي بيقول لك والله لينتصرن ذو العلم، والله لينتصرن ذو العلم، هنا قسم، ده جواب قسم اهو، ادي الشرط الاولاني، متصل باللام اهو موجود قدامك، مثبت مفيش اي اداة نفي قدامك، دال على الاستقبال، يعني اذا انا بالنسبة لي كل ده واضح جدا. حلو، حلو قوي الكلام. طب انا دلوقتي لو انا جيت بقى بصيت عندي، افرض لو انا فقدت شرط من الشروط دول، اي شرط انا فقدته من الشروط دي، يقول لك لو انت فقدت اي شرط من الشروط الاربعه لازم يكون الاربعه موجودين، هتروح على طول حاطه هنا في ممتنع التوكيد بالنون. يعني مثلا لو جالي الفعل على سبيل المثال يذهب الطالب الى المدرسه، تمام، فيذهب دي زي ما انت شايف كده، بص اهو يذهب اهو اهو، ده مفيش قسم قبليه، يبقى ده كده ممتنع التوكيد بالنون. لو انا جيت قلت لك مثلا، تمام، والله اهو، والله لا يذاكر الطالب الآن، بص الآن، الآن دي يعني معناها يذاكر دلوقتي، بص هنا حطيت والله، حطيت اللام ويذاكر وكل حاجة، بس ما حطيتش إيه؟ ما حطيتش نون. طب ما دي حلوة دي،
طب بص بقى، هنا مثلا ممكن اقول لك حاجه تانية كمان، يعني مثلا ممكن اجي اقول لك والله لن يهمل. لا بص، خدت بالك من حاجه؟ ان انا بقول اصلا ايه، لن يهمل، ما بقولش لن يهملن مثلا، لن يهمل الطالب. بص، ما حطيتش نون، ممتنع تقييم النون لان هو جاي منفي. يبقى انت عندك هنا بقى مضارع جواب قسم متصل باللام مثبت دال على الاستقبال، كل ده اسمه واجب التوكيد بالنون. ده واجب التوكيد بالنون، تمام؟ وعرفنا العكس بتاعه ان هو بيكون ايه، ممتنع اذا فقد اي شرط من الشروط. ده لغايه دلوقتي كلام انا بالنسبه لي ممتاز، تمام؟ وبرضه بتاكد من الرسائل، تمام؟ لا يكون في حد مثلا عنده مشكله او حاجه، تمام؟ يعني انا باكد بس معاكم ان انا دايما بنتابع موضوع الرسائل اول باول. طيب تعال نشوف بقى هنا، لو قصدي لو حد عنده مشكله يبعت لنا على طول. جائز توكيد بالنون ده بيقول لك امتى بقى الفعل يكون جائز توكيد بالنون؟ يقول لك جائز توكيد بالنون ده لو دل على طلب. اهو بص، حتى لازم يكون في طلب مع الفعل، يعني لازم يكون الفعل ده، الفعل اللي هو المضارع، يدل، ده لازم يدل على طلب. عايز بقى تحط نون، مش عايز تحط نون براحتك، اصل ده اسمه جائز توكيد بالنون. طب مين بقى من الطلبة عندنا يكون عارف يعني ايه طلب اصلا؟ طلب ده يعني معناها امر، نهي، استفهام، تمني، ترجي، عرض، تحضيض، تمام؟ كل ده اللي هو الطلب اللي هما بالشكل ده. يعني انت لو جيت بصيت معايا اهو تحت هتلاقيني كتبت لك لام الامر. ايوه، ما هو ازاي فعل مضارع يدل على الامر؟ يعني اجيب له لام الامر، لان هي هل ممكن احط بدل التمني ليت؟ ما هي اصلا ليت دي وسيله التمني. لعل مثلا، للترجي، الا، هل، تمام؟ كل دي اللي هي الاسباب او الاشكال بتاعت الطلب. يعني تعالى بص كده مثلا معايا اهو، دي امثله اهي، ممكن نقعد بقى ايه نفصص كده مع بعض مثال مثال. جاي بيقول لي رقم واحد، مثال رقم واحد ده بص كده، فيه ادي تحرص. تحرص ده لما تيجي تبص كده على الفعل ده كتحرص، تمام؟ ده فعل مضارع، ده فعل مضارع مجزوم. لا ده مش فعل مضارع مجزوم، ده فعل مضارع مبني. طب ليه فعل مضارع مبني؟ خلي بالك من نقطه مهمه جدا، ان انا عندي هنا دي اسمها لام الامر، وادي عندك النون اهي، تمام؟ واضحه النون دي اسمها نون توكيد. طالما في نون توكيد يبقى ده كده اقدر اقول ان هو مبنيه على الفتح. لكن تعالى بص هنا، تحرص هنا من غير نون، يعني شوف الخطأ اللي احنا كنا ممكن نقع فيه. تحرص هنا ده جاي من غير نون، فلما تيجي تعربها، تمام؟ تعربه ده بقى فعل مضارع مجزوم عادي بسبب وجود بقى لام الامر، وده مجزوم على جزم السكون، فدي سهله، تمام؟ واضحه. طب يا مستر ثانيه بقى، في نقطه مهمه جدا. طب احنا دلوقتي ما قلناش ليه مجزوم بقى؟ عشان انا بقى صراحه كنت عايز اقول مجزوم ليه، قلنا مبني على الفتح. اقول لك وبعدين انت كمان ايه بتبني كلامك على ايه؟ ان هنا لام الامر، فلام الامر دي يعني مجزوم يعني. ما انا هقول لك لا، احنا بنقول مبني على الفتح علشان نتصل بيه نون توكيد تحرصنا، لان احنا الاول بنشوفه هو مبني ولا لا، وبعد كده بنخش بقى على لو مش مبني نشوفه منصوب ولا لا، بعد كده مش منصوب نشوفه مجزوم ولا لا، يعني نمشي بخطوات تفكير. فانا هنا قلت مبني على الفتح، فممكن بقى علشان انت ما تزعلش يعني، ودي لام الامر فعلا، انا مش يعني بهزر معاك، فهنا هتروح قايل في محل جزم بس، اهو خلاص الموضوع انتهى. يعني لو انت عايز ايه يعني هنا تقول تكمل الاعراب بتاعك، هيبقى فعل مضارع ومبني على الفتح، وبعد كده تروح قايل في محل جزم. طب ليه قلت في محل جزم؟ بسبب وجود مين بقى؟ بوجود اللي هي لام، اسمها لام الامر. فدي من النقاط اللي هي المهمه جدا. طب ولو احنا عايزين نتاكد ان المعلومه واصله، نعمل احنا ايه بقى؟ خلاص نعرف بقى كلنا تهملنا، يعني تمسك كده الكيبورد بتاعتك وتمسك بقى الشات وتقعد تكتب على طول اعراب تهملنا، تمام؟ وتروح ايه اللي بقى اعراب كامل، يعني تهملنا دي هتعربها ايه بقى، تمام؟ هل يا ترى؟ مش عايز اديك اختيارات، عايز انت تفكر مع نفسك. فتعال نشوف كده مع بعض الناس هتجيبها ازاي. بس تعال الاول نجاوب على تهملنا دي، وهنعيد كده كده واجب التوكيد ده مع الامثله، يعني مجرد الصفحه دي ما تخلص هندخل على طول على الامثله ونحلها مع بعض. عايزين بقى اجابه يا جماعه، تهملنا، لا تهملنا، هتتعرب ايه؟ طيب احنا هنا بالنسبة لي واحنا قاعدين بنتكلم كده، تمام، في الفعل ده لقينا ان انا عندي الفعل ده فعلا فعل مضارع، وبعد كده هروح قايل مبني على الفتح في محل جزم بسبب نون التوكيد، وهنا لو انا عايز اعربه هقول فعل مضارع
عادي جدا، وبعد كده مجزوم وعامل جزم وسكون لان تهمل هنا طبعا ده صحيح الاخر. نفس الفكره هنا، هل تفهمن وهل تفهم ليتك. بص هنا في اسم ليت، خلي بالك، تحرصن او تحرص، لعلك تتفوقن او تتفوق، الا تنسين، تمام، الا تنسى، وهل تفوزن، وهنا برضو ايه هل تفوز. فهنا خلي بالك من هذه النقاط اللي هي المهمه جدا. يبقى احنا كده وضحنا مع بعض امتى يكون جائز توكيد. بس تعال بص بقى عند ممتنع، بيقول لي امتى يكون ممتنع؟ والله ان لم يكن في جواب قسم او لم يدل على طلب، يعني ولا ده ولا ده، يعني بمنتهى البساطه انا شرحت لك واجب توكيد جائز توكيد، كان ولا ده ولا ده يبقى خلاص، يبقى هو ممتنع التوكيد بالنون. اذا لم يكن في جواب الطلب قسم او لو كان او لم يدل على طلب، زي مثلا يحضر الطلاب او الطلاب حاضرين النهارده معانا، يحضر الطلاب، فهنا زي ما انت شايف مفيش اي قسم، مفيش اي حاجه تدل على طلب من الحاجات اللي هي باللون الاحمر دي، كلها مش موجوده. الحاجات اللي بتدل على الطلب دي اللي هي لام الامر، لان هي هل وليت لعل الا وهلا. ممكن كمان كان جواب قسم وكل حاجه ولكن فقط احد الشروط، يعني هو جاي جواب قسم بس الشرط الاولاني موجود لكن بقيه الشروط كلها مش موجوده او فقد احداها، يعني زي هنا مثلا والله الا سوف. هنا في فاصل بقى، بص هنا في فاصل، يعني هنا حط ما بين هنا حط قسم وجاي جواب قسم وكل حاجه بس عمل فاصل ما بين الفعل وما بين اللام. والله لا ينجح الان، والله لن ينجح الا المجتهد، بص ده منفي. فهنا بالتالي زي ما انت شايف كده ده كده اسمه جواب قسم ولكن فقد احد الشروط، دي كده توكيد الفعل بالنون. دي الوحده الثانيه بالكامل، تمام. فطبعا يعني دي حاجه كويسه جدا ان احنا عندنا توكيد الفعل بالنون، درس من الدروس السهله البسيطه، تمام، اللي هو هيفرق معاك جدا لو انت فهمته بشكل كويس. تعال بقى نشوف اللي هو التدريبات، تمام. كالعاده معانا بعض التدريبات بقى اللي هي بتبقى بالنسبه لنا مهمه جدا. في حد بيقول وحش جدا في الاعراب، لا طبعا، ازاي الموضوع بس محتاج تفكير بسيط. اعراب تهملنا، طبعا يعني تهملنا دي مفروض ان هي تكون فعل ومضارع وبعد كده مبني عشان اتصل بيه نون توكيد. خلي بالك الزهراء في نون توكيد فيبقى مبني على الفتح وبعد كده هروح في محل جزم بسبب وجود لا النهائي. حد بيسألني على كلمة هلا، هلا دي احنا بنقولها مش ترجي، احنا بنقولها هلا بتكون للتحضيض، يعني انت تفعل شيء وكون انا ايه يعني بحثك على هذا الفعل، تمام، وبالتالي بيكون ده اسمه تحضيض. عكس بقى العرض، العرض يعني مثلا من حقك تقبل او ترفض، لكن التحضيض ده تحس ان انت من الصعب ان انت يعني ترفض، يعني زي ما اجي اقول لك مثلا هلا ندافع عن الوطن مثلا. فهنا دي الفكره او ده الفرق ما بينهم يعني. طيب تعال بقى نشوف عندنا في عندنا اجابات مش عارف ايه فعل مضارع منصوب، ده اللي هو جاي قبل منه لن. طيب تعال نبدا الاول بقال احمد شوقي بقى، اول حته في التدريبات قال احمد شوقي في وصف الدنيا: لا تحفلن ببؤسها ونعيمها، نعم الحياه وبؤسها تضليل، تمام. تعال بص هنا بقى في عندنا بيين حكم توكيد الفعل بالنون ومنديك انا بقى ايه اربع اختيارات. حكم توكيد الفعل بالنون طبعا يعني بص هي اصلا فيها نون، خد بالك انت، فانت اكيد مش هتختار ممتنع. ممتنع توكيد بالنون، اصل ممتنع توكيد بالنون ازاي وهي فيها نون اصلا؟ فتنزل انت عيني بقى تبص في الاختيارات ما تلاقيش ايه ده؟ ده اصلا ما فيش ممتنع اساسا في الاختيارات خالص. طيب امال هنختار اي واحده بقى؟ طب ما تعالى نفكر بقى، لا تحفلن ببؤسها ونعيمها، هو احمد شوقي بيوصف الدنيا. لا تحفلن ببؤسها ونعيمها. فهنا لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان الفعل بتاعك ده هنا في لا النهية. طب ما نقول جائز، طب ما انت كده عندك ثلاثة جائز، يعني انت بس استبعدت الواجب اللي هو بيكون بتاع جواب قسم، فمفيش قسم هنا فاستبعدت انا رقم ب. نظرية كده بنشتغل بيها دايما اسمها نظرية استبعاد، بتستبعد الإجابة اللي انت شايف ان هي خطأ تماما. ترجع بعد كده معايا بقى عند ايه ده انت عندك هنا جائز وجائز وجائز، بس جائز فعل مضارع ملزوم بلا النهي وعلامة جزم السكون، وادي اختيار كمان فعل مضارع مبني في محل جزم، وعندك فعل مضارع مبني على السكون، تمام. فطبعا هنا الاختيار الصحيح بالنسبه لنا، شوف الاول بس الاول، انا بحب دايما دايما اشارك معايا الطلبه العزيزه اللي حاضره معايا من الاول. بص بقى يا سيدي، انت عندك دلوقتي اول حاجه احنا هنقولها تمام مع بعض، ان انت عندك هنا اول رقم واحد دي جائز وفعل مضارع مجزوم بلا ان هي دي نستبعدها تماما، عشان قلنا طالما في نون توكيد يبقى ده مبني على الفتح، اكيد احنا قلنا كده طالما في نون توكيد مبني على الفتح.
فبالتالي انا هستبعد ده. فانت هنا معاك ايه ده؟ ده ما فيش مبني على الفتح، انا عندي مبني على السكون وعندي مبني في محل جزم. شفت بقى هنا يعني هنا كده هتخدع يعني ان هو ما كتبليش مبني على الفتح. طب ما هو اصلا قايل ان هي ايه؟ ان هي في محل جزم. فكده يبقى ده صح على فكره مش غلط، لان هو المفروض هنا يبقى في مبني على الفتح. بس هو ما حطليش مبني على الفتح، بس هو كده كده في محل جزم برضه، فهي الاجابه صحيحه 100%. تمام؟ وطبعا احنا قاصدين يعني ما نحطش مبني على الفتح، لان احنا قلنا مبني على الفتح الناس كلها كانت هتجيبها بشكل سريع جدا، تمام، وهتبقى واضحه، وهي برضو كده واضحه الصراحه، برضو ناس كتير قوي جابتها صح. طيب تعالى نشوف بقى، ننتقل بعد كده الى السؤال الثاني. انا جالي سؤال في الشات دلوقتي عشان بس ما انساش، تمام، مهم جدا. السؤال ده كان بيسالني على ايه؟ بيسالني على الفعل المضارع لو كان متصل بيه ضمائر رفع. يعني بص، سؤال في منتهى الروعة، تمام، جاي بيقول لي ده فعل مضارع، والفعل المضارع ده، تمام، خلي بالك يا مستر انا عايز اخليه هو من الافعال الخمسة، يعني في زي واو جماعة كده، تمام، وعايز اكده بالنون. انا اؤكد معلومة بس للشخص اللي هو مريم، مريم اكد معلومة لمريم اللي سألت السؤال ده. الفكرة دي مش موجودة عندنا في حدود المنهج بتاعنا الأساسي، ولكن هي موجودة في خطبة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم لما جه قال لا ترجعن، تمام، من بعد كفار. فهنا طبعا عندنا أصلا القاعدة الأساسية بتقول إيه، تمام. بص هنا، ده هنا في نون توكيد إيه، ومع الفعل اللي هو المفروض لا ترجعون يعني. فالسؤال ده يعني سؤال مهم جدا وسؤال حلو جدا، فانا اؤكد لك هنا ان نون التوكيد بتدخل على الفعل مباشره دون ان ياتي بينها وبين الفعل ضمير من ضمائر اللي هي الرفع زي واو جماعه كده. ولو حصل بيبقى الفعل ده مش مبني، تمام، مش بيبقى الفعل مبني، امال بيبقى ايه؟ بيبقى معرب. فانت كلامك فعلا مؤكد، خلي بالك، بدليل ان هي موجوده زي ما قلت لك. لو انت فتحتي خطبه الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقيها في عندنا في النصوص المقرره، هتلاقي اللي هي كلمه لا ترجعن من بعد كفاره، هنا الفعل مؤكد بالنون بالرغم ان هو كان فيه واو جماعه. بس بقى لو احنا محتاجين تفاصيل للاعراب وكيفيه اعراب كلمه زي دي، يبقى انتوا عليكم بقى بالبحث بقى، يبقى لازم تبحث بقى وتدور، لان القصه قصه كبيره، تمام، وهي اصلا مش عندنا بشكل مباشر في المنهج، ولكن انا بس اشرت ان هو سؤال حلو وسؤال فعلا فعلا لهواة البحث. بعد كده جاي بيقول لي ايه، اتهجرن خليلا صان عهدكم واخلص الود في سر واعلان. جاي بيقول لي هنا حدد حكم توكيد ما تحته خط بنون على الترتيب. خلي بالك دايما بيحصل الحركه دي. انا دلوقتي مش هاجي، انا عندي دلوقتي ثلاث احكام بالظبط، فاكيد يعني مش هاجي اقول لك جائز وممتنع وواجب وقليل مثلا. انا شفتها دي على فكره في حتت كتير، يعني ايه قليل يعني؟ تمام، واحنا عندنا القاعده في الكتاب واضحه وصريحه، تمام، عندي جائز، عندي ممتنع، عندي واجب، مفيش حاجه اسمها قليل. فبالتالي ده اختيار اصلا بيتحط كده، عارف الاختيارات اللي بتتحط عشان انت اصلا تستبعدها كطالب، ده غلط، ده مبيبقاش موجود عندنا. فبالتالي لازم تكون واخد بالك ان انت دايما هيجي لك بيت شعر زي كده، لان ده اللي هو الاساس بقى اللي احنا المفروض نشتغل منه في الفتره القادمه، يعني بيت شعر او قول ماثور مثلا. وبيت شعر دوت بيحط لك هنا مثلا، هنا عايز يسالك على حكم توكيد، فيروح حاطط لك خط عند فعلين مختلفين، فتفهم بقى الفعل دوت وتفهم الفعل ده، وبعد كده تحدد الحكم بقى، وبالتالي الاختيارات تبقى متناسقه زي ما هي جايه بالشكل اللي انتم شايفينه على الشاشه ده. فجاي بيقول لي هنا أتهجرن خليلا صانع عهدكم وأخلص الود في سر وإعلان. فهنا لو جيت بصيت أتهجرن، شايف اللي في الأول دي؟ أهي دي بنسميها استفهام، وطالما دي همزة استفهام يبقى الفعل هنا بيدل على طلب، ويبقى النون هنا دي يطلق عليها نون توكيد ثانية، يبقى ده جائز. بص أنا بعمل إيه؟ أنا بحاول أنا أحل، يبقى ده جائز التوكيد بالنون. تمشي شوية، أتهجرن خليلا صانا، ده فعل ماض، تمام. طب ما ده فعل ماض، أدي صانا، تمام، يبقى أنا كده فعل ماضي أنا عارفه، ده ممتنع، يبقى إذا هي فعلا الإجابة الصحيحة هي جائز وممتنع.
سؤال سهل ده. بعد كده جاي بيقول لي قال الشاعر، حدد هنا بيسألني بيقول لي حدد حكم توكيد الفعل بالنون. هنا جاي بيقول لي ايه حكم توكيد الافعال اللي تحتقد؟ لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. هنا جاي بيقول لي حدد حكم توكيد الأفعال الآتية بالنون. معاك بقى كام اختيار؟ 4 اختيارات. عايزك تفكر كويس جدا علشان السؤال ده أنا هشكر الناس اللي هي فعلا هتجيب الإجابة الصحيحة. طيب الامتحان هيجي اختياري، احنا من امتى بنتكلم في شكل الامتحان؟ طبعا ملناش ان احنا نتكلم في شكل الامتحان خالص، احنا بنتكلم في المنهج بتاعنا، نفهم المعلومه وبعد كده نبقى نشوف بقى الامتحان ان شاء الله هيجي اكيد في اللي احنا بنشرحه. بس المهم كله طريقه تفكيرك انت بقى في اثناء الامتحان. طبعا احنا عندنا 3 افعال، فالثلاث افعال بيحيروا جدا. ده جاي بيقول لي لا يخدعنك، طب ما دي لا ناهيه واحنا اتفقنا مع بعض ان ده جائز. خلاص يا سيدي اكتب ان ده جائز اهو علشان خاطر دي لا ناهيه. طب امشي شويه من عدو ده معه، وارحم شبابك، ارحم شبابك من عدو ارحم، طب ما ده فعل امر يبقى ده جائز ايضا. الله، طب ما كده عندنا 2 جائز، خلاص اتحلت ولا ايه؟ لا استنى، في الف وفي ب. تعالى بقى يقول لك ارحم شبابك من عدو ترحم، مش ده اسمه جواب طلب؟ اه جواب طلب. استنى بقى عشان الحته دي جامده جدا. دلوقتي جواب الطلب ده موقفه ايه؟ هل هو يجوز؟ ففي ناس اختار الجائز ولا تمام يمتنع. يعني انا مثلا لو جيت قلت لك كده ليت الشباب، تمام بص اقول لك ليت الشباب يعود يوما نفرح جميعا، كلنا نفرح بقى. فانا عندي الفعل يعود وعندي الفعل نفرح. بص بقى وركز معايا قوي في الحته دي عشان ده من الاسئله اللي هي محتاجه فكر عالي. يعود ده فعل دل على طلب، دل على طلب، ده دل على طلب، ده فعل جواب طلب. ففي فرق ما بين الاتنين كبير. دل على طلب يعني ده في الجمله الاولانيه اللي هي جمله الطلب، جمله فعل الطلب، ليت الشباب ماله يعود. هنا ده النتيجة المترتبة عليه. أنا عندي لما جيت شرحت معاك جائز توكيد بالنون، قلت لك في الجائز توكيد بالنون نصا صريحا كده، قلت لك كده اللي هو إيه؟ إن هو يكون الفعل المضارع جائز توكيد بنون يكون يدل، أن يدل على طلب. أنا ما قلتلكش إن هو يكون جواب طلب. فإذا هنا ده فعل أمر، ده بره اللعبة. بس هنا ده جواب طلب مش بيدل على طلب، يبقى إذا بالتالي ده يمتنع. يعني الإجابة الصحيحة بتاعتي إن هو يمتنع. أنا بحاول أوضحها للناس. يعني مثلا لو جيت قلت لك مثلا على سبيل المثال اجتهد، اجتهد مش ده طلب اهو. طب ايه رايك قلت لك لو لتجتهد، لتجتهد في عملك تنجح في حياتك، عندي فعلين واحد لتجتهد واحد تنجح. لتجتهد ده جائز، جائز ليه؟ جائز لانه يدل على طلب. انت بتركز معايا في المعلومه دي صح؟ طب امال ده يمتنع. يعني ايه ده يمتنع؟ اه ده يمتنع. يمتنع ليه؟ علشان ده اصلا ما بيدلش على طلب، ده مجرد جواب لطلب، واحنا يمكن اتكلمنا في الكلام ده قبل كده. فاتمنى ان انت تكون فهمت المثال دوت، لان هو فعلا فعلا سؤال مهم، خاصه الناس اللي هي وقعت فيه بشكل كبير يعني. تمام؟ فطبعا يعني واتمنى ان الناس لو ما فهمتوش برضو تقول لي بحيث ان انا اعيده مره ثانيه. طيب تعالى بقى نخش بعد كده على كمان سؤال تاني بيقول لي يمينا لأبغضن كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل، ولا يفعل. فهنا جاي بيقول لي ايه بقى؟ ايه رأيك في هذه النقطة؟ تمام؟ يمينا، يمينا، طب ما ده كده يعتبر قسم. وبعد كده لأبغضن، يبقى خلاص ده متصل باللام، استنى كده، متصل باللام ومثبت وبيدل على الاستقبال، بس خلاص يبقى إذن ده كده واجب، ده واجب، خلاص أنا بفكر في الاختيارين دول. يا اما الاختيار رقم ب او جيم. طيب كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل، لا يفعل. طب دي استنى بقى عشان دي مش لا ناهيه، انا مش بطلب منك حاجه،
ده هنا مفيش طلب، دي مش ناهية، أمال دي إيه؟ يقول لك دي نافية، تمام؟ يعني معناها لا تدل على طلب، لا تدل على طلب، أنت عارف ده معناه إيه؟ معناه إن هو ممتنع. الله ينور عليك، تمام؟ برضو بنحاول هنا نخدع الناس اللي بتاخدها بالشكل، الناس اللي بتاخدها بالشكل، الناس اللي بتاخدها بالشكل يقول لك الحق ده فيه لا، هو قال لي أول ما تشوف لا حطها جائز التوكيد بالنون. فطبعا لا طبعا، لا طبعا، مفيش كلام ده، مفيش حاجه اسمها ثوابت بقى خلاص، الكلام ده كان ايام زمان، لكن دلوقتي بقينا بنقعد نفكر بتفصيله، تمام، مهمه جدا جدا جدا. طيب بعد كده جاي بيقول لي اخشى ربك تفوز برضاه، تمام. تعال بص بقى معايا هنا، يا نهار ابيض، ده اعراب بقى، اعراب. وفي حد هنا بقى كان من الطلبه بتاعتنا العزيزه بيقول لي انا ما بعرفش اعرب، انا متخيل شكلها، يعني اول ما شافت الاختيارات بالشكل ده ممكن حد يغمى عليه. فطبعا انا بنهزر طبعا، ولكن هنا الاعراب بسيط، والله الاعراب بسيط واحنا قايلينه قبل كده، تمام. تعال نشوف بقى ايه، تمام. بص بقى، اخشى ربك تفوز برضاه، هنا فعل امر، فعلا فعل امر، تصدق كل الاختيارات طلعت فعل امر، يعني حتى انت كنت ناوي بقى على فكره اللي هو ايه، هستبعد اجابه، طلع كله فعل امر. يلا يا سيدي، فعل امر بقى ايه، مبني على السكون ولا مبني على حذف حرف العله ولا مبني على حذف حرف العله برضه ولا مبني على الفتح؟ وهو بقى ايه كمان الراجل صاحب السؤال حاطط لك فتحه، مش انا طبعا، حاطط لك فتحه، تمام، على اساس يعني ان انت تقول له ايه، ده مبني على الفتح، ولكن في الحقيقه انت لازم تجيب المضارع زي ما انا علمتك في اول محاضره، ممكن ترجع تتفرج عليها تاني على اليوتيوب. يقول لك يخشى يخشى يخشى، بص يخشى ده اخره حرف عله، يبقى اذا ده فعل امر مبني على حذف حرف عله. فكر بقى، يا اما في به يا اما في جيم، يقول لك تفوز برضاه. فهنا بص، هنا تعالى لسه في عندنا رسائل جايه ببطء شديد جدا، بيقول لي انت عندك الاجابه الصحيحه هنا طبعا هي الاجابه رقم ب، بشكر كل الناس اختارت رقم ب صراحه، اللي هو فعل المضارع مجزوم علامة جزمه ايه، السكون، تمام. ده ملوش علاقة خالص بتوكيد الفعل بالنون، ده هنا جواب طلب، ده مراجعة أصلا على اللي فات، تمام. فهنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وفعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه ايه، السكون. تعالى بقى بص بقى، حدد حكم ما تحته خط. طيب جاينا جاي بيقول لي اخشى ربك تفوز برضاه، هنا تعالى نشوف بقى، هنا عندك حكم ما تحته خط. طيب احنا هنا طبعا عندنا اخشى ده فعل جائز توكيد بالنون، وعندنا تفوز ده هيبقى ممتنع، زي الناس ما اختارت طبعا الاجابه اللي هي رقم د، انا ما عنديش مشكله خالص. وبعد كده عندي في احمد ابراهيم ناجي، ابراهيم ناجي بقى بيقول حاجه بقى ايه جميله جدا، ابراهيم ناجي، تمام. ابراهيم ناجي كاخر شريحه موجوده معانا، تمام، فلازم نفكر فيها بقى ايه كويس جدا، وده سؤال اللي احنا نختم بيه اليوم بتاعنا النهارده، تمام، اللي هو اليوم بتاعنا النهارده الجميل. فجاي بيقول لي ايام يخذلني امامك منطقي، فاذا سكت فكل شيء قيل، وطبعا ده اخر بيت عندنا، فتعال نشوف كده مع بعض هنا واحنا بنتكلم مع بعض، يخذلني واذا سكت، فيا ترى هنا عندي حكم توكيد ما تحته خط على الترتيب، يا ترى ايه هو حكم توكيد الفعل ايام يخذلني، تمام، مش اي حاجه على فكره، النون دي نون وقايه اصلا مش نون توكيد، يبقى ملهاش لازمه، ملهاش علاقه عندنا خالص بالموضوع، ده ممتنع. فاذا سكت، سكت ايه ده فعل ماضي، طب ما ده ممتنع، ممتنع ما فيهوش اي مشكله خالص من اي نوع. انا صراحه بشكركم جدا، وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم مع صديقي العزيز الاستاذ شحاته، وان شاء الله التقي معاكم الثلاثاء بعد القادم ومحاضره جديده على منصه البث المباشر. اشوفكم على خير، كان معاكم تامر محمود مدرس اللغه العربيه، شكرا جزيلا.